طبعا احنا طورنا في روسيا الفترة الأخيرة دي جدا، عندنا فرسان كتيرة بتشارك في بطولة الجمهورية الفترة ديت، وأولياء الأمور مهتمة جدا بالرياضة، وبصراحة رئيس النادي أستاذ محمد فرج عامر ما شاء الله، باشمهندس محمد فرج عامر عامل يعني كل مجهوده إن يطور كل الرياضات مش فروسية بس، لا الرياضات التانية كمان. فبإذن الله السنة الجاية يبقى توفيق للفرسان بتاعت نادي سموحة في بطولة الجمهورية. بالنسبة للإنشاءات احنا طورنا من كل الرياضات بما فيهم التنس، الاسكواش، السباحة، المباني عامة اختلفت تماما عن قبل كده. الفروسية بالنسبة للإنشاءات الفروسية عندنا استابلات كويسة جدا، عندنا أرضين، أرض التسخين وأرض بطولة، عندنا سدود مشرفة ان احنا نقدر نعمل بطولات، عندنا نقيم بطولات عندنا في نادي سموحة، حتى كمان لو بطولات دولية ما شاء الله عندنا امكانيات كويسة ان احنا نقوم بطولة كاملة في نادي سموحة، وكنا عاملين افتتاح من حوالي 3 اسابيع، والبطولة ما شاء الله سمعت يعني نجحت نجاح كويس قوي قوي. طبعا ده بيدي روح كويسة للفرسان، بيدي روح كويسة لأولياء الأمور إن هم يساعدوا أولادهم إن هم يتطوروا في الرياضة. لا الحمد لله، يعني أنا شايف إن النادي برضو وقفته جنب الفرسان بيديهم حافز إن هم حققوا نتائج كويسة في بطولة الجمهورية.